ولكن حبينا نختم معاكم بحاجة لايت كده بتوريكوا العقلية الخاصة بالمنافس على المستوى الإعلامي وعلى مستوى ثبات الرأي وعلى مستوى الموقف. نطلع ونشوف فيما يخص تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ اللي أثارت أزمة وكتير جدا من الإعلام حرفها، كان تعليق خالد الغندور إيه عليها. نشوف الفيديو. طلع مدير الكورة على الهواء مباشرة في قناة النادي الآخر، وراح قال كلام ضد نادي الزمالك وضد الحكام اللي حكموا النادي الزمالك، وابتدى يتلفظ أو بيقول أشياء ضد الحكام، منها أنه هيتم مسح الرقم وأن كل شوية يكلمني اعتذر لي. واضح، كلام واضح لكل الناس. وكان قبليها مدير الكرة معاقب قبل كده بالإيقاف، فدي متكررة بقى، ده حصل تاني. فموقع كتب هذا الكلام وهو صوت وصورة، فالمفروض لما بتيجي تحقق ما بتجيبش كلام الموقع اللي فهم غلط، بتجيب الصوت والصورة اللي قدام عينيك في القناة عشان تحقق في كلام مدير الكورة. فحضرتك إيقاف مدير الكورة، ثم جاء لاتحاد الكورة ليجلس جلسة ودية ويشرب الشاي، ثم بعد 3 دقايق من وجوده في اتحاد الكورة براءة مدير الكورة ويتوجه الاسكندرية لحضور مباراة الاتحاد السكندري. الله، هو في حتى كمان في حد بيحقق مع واحد ويطلع البراءة بعد 3 ثواني؟ ذاكرة السمك، هو ده العنوان، مدير الكورة وازاي وقال تصريحات ومتهم، وده الموقف اللي قدامكم على الشاشة. بس هل ده كان الموقف طول الوقت؟ هو عايز يستغل دايما اي أزمة وحد يخطأ من نادي الزمالك فيروح لتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ لما قال كذا كذا كذا، وان هو عارف انها اتحرفت. احنا مش هنروح بعيد، احنا هنروح لنفس خالد الغندور وهو بيتكلم عن تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ اللي بيستدعيها دلوقتي في أزمة شيكابالا. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. مدير كرة ايا كان بقى، اهلي او زمالك، وان انت تتاسف له وتعتذر له، ايه ده؟ احنا وصلنا لايه؟ بس انا ما شفت الفيديو بصراحه، عشان انا بحب اكون منصف، يعني ما شفت الفيديو بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ ما قالش ان هو بيكلمني وبيعتذر لي، يعني هو قال ان هو بيعتذر لنا، وهو فعلا يعني طلع على السوشيال ميديا اكتر من مره اعتذر. لكن فكرة ان هو هيمسح رقمه ده ممكن يكون يعني رقمه موجود عادي على التليفون، يعني فهمت قصدي؟ انا ما شفتش الفيديو، بس انا شايف الدنيا هايجه بيقولوا، وطبعا انت شايف السوشيال ميديا كلها والكلام. انما انا لا شفت فيديو ولا بعض على الفترة دي، واخد بالك؟ بس انا بقول لو حصل لا ما يعديش مرور الكرام كده. انما لو ما حصلش وكان مثلا يشوفوا الفيديو الاصلي، خلي بالك اسيبوكم برضه بيقطعوا حاجات ويزودوا حاجات. انا عارف، اصل انا ما شفت، هو ما قالش صراحه ان كابتن سيد كابتن جهاد جريشه بيكلمني وبيعتذر لي، لا هو قال انا همسح تليفونه وكل ما مش هكلمه تاني، وهمسح تليفونه وكل ما يغلط يكلمنا اعتذر لنا او حاجه زي كده. ما فيهاش حاجه، لو هو قال كده دي ما فيهاش حاجه. ما انا ممكن امسح تليفون خالد وخالد يمسح تليفوني، ده كل واحد حر. لا سحر ولا شعوذه، ما فيهاش حاجه. بس هو الكابتن خالد غندور بيعتمد على ايه؟ ان التصريح ده كان في الراديو، فمحدش هيعرف يجيبه ومحدش هيسمعه كتير غير لما اكون في قناه نادي الزمالك ابدا استدعي تصريح مغلوط عن الكابتن سيد عبد الحفيظ. برضه في ازمه اسمها ازمه الكابتن سيد عبد الحفيظ عند البعض، لكن